جايبها مليار ونص. لو انا عملت دوت الغني هو اللي هيصرخ يقول لك افصل الضعف، وهيقول للفقير شال شلت فين ده، انا عفيتك عفيتك من لحد 100 كيلو. تخيل انت الدوله تقول للصبح انت لحد كيلو 100 كيلو وطي يا عم انت معفي يا بتكل على الله روح روح ما فيش حاجه عندك. يوم يبص ايد الحكومه ولا لا؟ الحكومه خسرت حاجه؟ لما انا النهارده ادخل على الاقل 500,000 وحده بايو جاز في 100 قريه و100 نجع موجودين للناس، في كل قريه 100 واحد موجودين، مش كده؟ انا شلتهم من على الانبوبه، بالمناسبه ده ثمنه 1000 جنيه، جهاز من الهند، لو جبته وصنعته هنا يقف لي ب 600 جنيه، ده بيشتغل بايه حضرتك؟ ده تسيبه مولع ليل ونهار كده زي البوتاجاز والسخان ابو غاز طبيعي، اسيبه مولع ليل ونهار بالمناسبه، خالص ما فيش حاجه، ده بيشتغل ايه حضرتك؟ باي مخلفات زراعيه في الحقل او في البيت، اي فضلات اكل او بيت او زراعه او غيط او قش رز او خلاف ارمي فيها يطلع لي البوتاجاز اللي انا عاوزه. تمام. يبقى انا وفرت للناس ولا ما وفرتش؟ طبعا. متشكرين. طب بس انا عندي دلوقتي حاجتين افنش بيهم عشان النهارده بهون على نفسي يوم الجمعه شويه. عندي سؤال وطلب. وفقني. اتفضل يا فندم. طيب السؤال اللي حضرتك قلته ده كله مين مسؤول رفع عليك سماعه وقال لك ونبي نقعد معاك، لان انا من شويه كان معايا خبير السجود سامح قلطوش اللي بيتكلم في انه راجل خبير في الحته دي وعايز يفيد بلده وشايف ان في حاجات تانية مستحيله. حضرتك عندك حاطط ايديك على الجرح وعارف ازاي تطهره وان شاء الله تشفيه. قيل لي من وزاره الدكتور البدلاوي في شهر 8 هم جم 16/7/2013 ابعت لنا حلول، بعتها يوم الاثنين 16/8/2013 وخدتها جريده قصدي دار اخبار اليوم ودار الهلال طبعتهم كتاب 40 قرار لانقاذ الاقتصاد او روجيته انقاذ الاقتصاد المصري، 40 قرار ينعش المواطن زي اللي قلت لحضرتك عليهم ما يكلفش الاقتصاد الدولي الدوله مليم سعادتك والناس تنتعش وزي الفل والالماس. وخدوها وقالوا متشكرين ده كده انت راجل محترم ربنا يوفقك شربت نسكافيه اتكل على الله.